يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإن قبل الله بما إن شاء الله تعالى أيضا صفر يركو لا أيضا قتل يصبح الله سبحانه وتعالى خليقة بني آدم أبوك مركي لإناس هذي يسيري لصوم مري وحالي نجدون إلى وعباده مركا على وجوه يدي فكي تدفي قتل فمرة فك عام والذي حرب كتواقع شيء ومشركين تعيب بإسقاويين مركات سيدة هذه الله بإنا نسقاونا نعمزا وبطاها بإنا مركات تعلم حلية وحاك الأعداء أمر ربي بالقسط كبري عادي لمدي يصدق في عبو أمزاي وحن ما أمزاي وقم وجوها قلطانا وأمزاي وجهينا عمل عمل كينا وجهين ستوسية عند كل مسجدين مسجد لا كل بيأتي ميل بيك بعد يصدر أكثر تتواقع إنسان مركات تكون إنسان مركات الله حلية وجوه مخصين اللوزينة بريع الله وعابده إذن كل عبادة أمبر أحتري كما بدأكم تعودون سيدوا إذن بالله لا تصور نقان إشان أصور نولان إشان فريقا هدا قيبوها نونيي الله سبحانه وتعالى وفريقا قيبنا حقا وحاقصنا لعين تصور الضلالة بعدما قلقوا الناقل محايا لي أو بعدما لهم حكم إنه متخذ الشياطين الشيطان مدى وحي كدكتين أولياء أمام ليات أي كدكتين شيطان بيقطب قيلين ولي كدكتين ضلال فعلك أصلاح صلى الله عليه وسلم لغيك ويحسبون وحي ملايين يا أنهم مبتدون إني أهل مسلمين في بني آدم قاسا مركا لطي هذا الله يا وحا ألا لي يا بني آدم آدم بيلشي سيو خذوا قاط دينتكم قروح دين مركا لغوحا تقوضا عند كل مسجد المسجد كل يأفتسا مسجد الحرام ككلب ما مسجد أردان يعني محل عبادة أردان إسقرحية أو شرف السيارة وكلوا حول والدين حلالا واشربوا عبدا ولا تسرفوا لكن كحد الدماء لله سبحانه وتعالى ما كما يسولي وحال الله الليا تبكي قاولي دي كده وافني لكن إذا كما منع ما تبقى روح صنقاتها لي مركع عبادي سنة سنة وحرم كتواقف سنة ألا عابد إنسان تبقى روح صنقاتها لي وانتظروا والدين حلالا هي شرف كحد الدماء لكنه حكبر من العلاش يعني سأل الله بعنا إنها وعننا تفسير كل أنت بدل يعني ولا تصل فوضى في الأكل والشرب أكو حد بدينا مجهول ابن آدم والكشر بدل على شيء النبي عليه الصلاة والسلام مركز ذاد وحب يسود وحنا يسود قيد نفس وده يعيش بوحني وين واحد بيل بوحاس مركز يبدو العلماء وحيدة هو بطب يقول أما الطبيب هو الرسمي قرآن هو حكود طبيب يصير واقع وحوي عنا ذا وين يسود اللي بتساقي الشراب قاب وأظن يتكبر إني بيجا شو وروح يسود لو إسقاط يعني تبو قاضي هذول درجوا وهو اللي يتكبر فيه أنا تبو قاضي المثل الشراب هو حكم ذا حال وقت عندو ينكر الدوان والله يسوق رميد بو على معنى اللي والله بس ما في سد على قتاه يعني عمره عنفه حديدين الشراب حديدين وأضربه وطالب ون حد كبحها هاي يا عضلات وكاس وكذا ولا ليه يا بني آدم غير بني آدم خذوا قات زينتكم قروح لنا عند كل مسجد مسجد لك كل مسجد يعني مع العبادة دواب هي الصلاة هي وحاد وحال حديث الشيخ سواء النبي الله محمد سعيد إن لا إسقر حيو در ولا سلق إن الله يحب أن يلا نعمته على عبده إلى نعمة يسير أدون تتكدر الأرض الجونية مركدر قروح صنو حقق إن لقى توطيب لك مريا للجونية قال هانتم هذه العيدة هي مفيدة مركز السلام كله تقييه من السلاة صوكالي تاجك مركز الله إيمان أيه وارنر قرح صنقاتها ليلة وكلوا عنا واشربوا عبا وشي إذين فالسحان وطن ولا تسردوا لكنا كوحد بالبناء وسيء الله بعلينا وعلينا إنه الله سبحانه وتعالى لا يحب مجعلا المسردين كوحد بالبناء شيء هو لبي إسرابك وكحيا حتى عبادة مركز عبادة سنيش وقت آذن كريك وحاذن كرين إنها دوش إسكتا مثل هبين كاتات إذا كنت في العدد اللي إحنا في العدد بان تكني هبين كتبه وقتها إسراف كاسدا كين لكن ثلاث حديدين وفي المثل تظهر العدو يتظهر العدو هبات كعادة بقص يتظهر العدو ثلاث العدو كعجيس الميش ونظر نواسدا سوكرا وهو بإسراف كل وما أقول أول إنه أن الله يحب المصرفين حد فياش أمشي على قلوا حاكدا بالي للنبي الله من حرم يا حرام يا لي زينة الله ألا قروح ليسي التي زينتي أخرجه أسوى صاري وأبوري لعبادها دومليس نبكي أي حلال لهايين يوحي اسكوكو حلال لهايين يا كحرامي
والطيبات وهي ولا سلاء النظيف تهيك حرام من الرزق رزقنا رزقك طيب في وحوي وحان جسدك يا عقلك يا دينك منا وحوي يا لينوي وانو الدراجة هاي جهر ولو ذنو رزقك اللي دون يا واقع يا كحرام يا لي الله كم حرام يا لي من حيث تسمى حرام يا لي ينبللي الله كم حرام يا لي سبحانه وتعالى طيبات وفصحي ولبا إن الكحر رجودان وخر حساب وفصحي وحاول يحددك كل ما يسكي إلى لني الله تعالى يقول وحافظ النبي الله من حرم يا حرام يا لي زينة الله الله قروح لي يا حرام يا لي الله في قروح لي أخرج أصوص على العباد الأدمي والطيبات وحيابها النظيفة يا حرام يا لي ومن الرزق في الصحة قل وحافظ أبا لي النبي الله محمد هي طيبات هي الزينة داخل للذين كوبا أسماتي آمنوا مؤمنوا بي في الحياة الدنيا الدنيا ذهبوا اللي تشوفوا يبقى اتكال معناها كوة كلمة ويلعنا قالوا بقى الدنيا ذا ويلعنا يوى بها إيوى كلاه وحويا هيسكعنا وحانا القيمة اللهين وانا شكوا قولي هيسكعنا خالصة أقار ويوم القيامة المؤمنين تأقار أدونك المؤمنين تالها نفعك هو ناس المؤمنين تأتيه يوى الله يكون عابدين هو انك لي قال هذا عنيا وحبو تاري ما يسوه حد أمي بكذا بحيا وحبو يدبات يجوتاي آخرا لكن لنبدأ دمين ما يبقى قال هذا لنبدأ دمين ما يسوه الله مؤمنين تكو خاسية لهم قروا حاكرة هي طيبات هي الزينة للذين كل بمسونا دين أمنوا مؤمنوا بس الحياة الدنيا الله شكابا مشركين تنوى الله عنايا لكن دل لما لو يرحون الدوض قيمة ملك وأن يفلو بيه سبط الأخسرين خالصة الحالة إذا كان يوم القيامة قيامة يوم قضل للمؤمنين والخاصة كذلك السلاع عبد أوفا خاصة يانو نفصل الآيات آياتها وعطينا إن أبو ألي الأكل سارين لقوم القوم يعلمون وحقرانا عند علم قالوا وحقرانا يسوء عقل موز الثامي هاي كتاب سوى عدي هاي وحق وصافي وإنساس أكل عدي هاي وحبيش كمتشران وحي الله حرام يوم بحرام وحي الله حلال ينا وحلال وحي الله شرعي يا شرعي ويقول الله شرعيين من الشرع ما هو ويسعدها قرآن تساس بكعدها كذلك الثلاثة المفسر وعطينينا كلا تقدقوا يعني وكلا شرحينا على آيات آياته لقومكم يعلمون قلوا حاتي هذا ليل النبي الله إنما حرم وهو حرام يا لي ربي ربي ألف واحشة دنبقه أو فاشع ما ظهر وحي موقضة ومن أفاحشة كمن يوم بطن وحي قرصان والدم بقى وحن ويان والإثم الدم بقى إنه حرام يا لك إثم هو حوي والدم بقى قفك كبارة إنسان معصية لك كبارة وين معناه أن ذاتك لأوفك بيني هي والبقية ظلم بقى والدم بقى عدك لأوفك بقى عدك للغوح إلى رينه ظلم بقى سوى بغير حق جردها معناه حق لآنا حقيقة في الدم بقى ودنبه وحق لآنا الله سبحانه وتعالى وحياقه حرام يا لك وحاسا كمنا وأرسل لكم إنا لو دا جتاب الله ألا عبادة دا. ما شيئنا لو ذا جتاب حرام يلي لم ينزلون ألا تجن به بعبادته سلطانا وحجية دليل من ذا نكد جنن وأن تقولوا إنا في الهرام بو ألا حرام يلي على الله ألا بشي سما لا تعلم الوحيدا وحيئون ألا أرنن إنا ألا دوش كالسارتان وألا با شرعية ترادا وقبا أبو رتان انت صدما لديك حرام يلي فاحشدي أما هم وقتا أما هقا صلاته dambigi caadi ah ee qofka isaga ku eka dulmigi dadka kale lagaajinay shirkigi waxa weeye been abuurkii Allah lagu been abuuray oo Allah sharci ka dhigin la sharciyeeyay intaas oo dhan waa ka haram balay marka yacni waa khatar weeye shirkigu isagu diintaaba laga baxayaa junuubta kale hadii la xalaalaysto diinta iyadana laga baxayo qul waxa jira nabi ilaah muhammad oo inma harama rabbi sabbigay oo haram yahay al fawahisha والدم بيجا وين حدك بحسن ما ظهر وحي مغضي أو منافع الشرك منه إيه وما بطل وحي قصان لبضبع والإثم الدم بيجا وحرام يلي قفك يسوي ويسكي ولي من ويسكي وانتبع إيه والفضل يظلم إيه قاقي ينكبرك في غير الحق ومد الدم بيجا لبود بابا ومد لقاك يوم وان تشركوا إلى الشريك يشاء قد ألا لو ذا جسام وحرام يلي بالله ألا لو ذا جسام ما شيء لم ينزل ونبي به بعبادته سلطانا تاسو حي مدح كتاي وحكسون الله شرعيين الى شرعيه ستاو الله وحكونا عابدين ديك شيئين الى الله لو لا جتان وقال لك حرام يعني
مركو عالم إذا واحد كسر شرعه إنه شرعي كذي كان والفقولون هنا خلالان وكبين أبو رتام قال لي إذك حرام يعني على الله يعلم ما لا تعلمون وحيدان وين هي هيدا وإذا دليلها هين ولكل أمة أجل ولكل أمة أمض والبوحاوها لأجل المدعى كبا بائشة ووقت قيد كيف هيدا فإذا جاء أمرك لماذا أجلهم أمدى مجدون لا يستأخرون كذب دعما يا ساعة لحظة ساعة هذا إن تسلم معه يهدن كدقيقة يعني مدير قال ساعة لحظة تبدي تعيان ولا يستخدمون كمان هو أمر أيان وقت وريق هو أمر المعيان هيدا وحلو قنعنا يا ترك مشركين تا هو قال هذا هو في منطقة سمينة ما له علاقة حلو ذي تري الله ديني بكى الله وقت وصل قريبا كده وقت ودي بلا لسه وحوي يجيب كني يدم بجنا يلي ما دين الله فرصت بضد خسينا يا وين شدت قوته وكيلانه وحلو وش يا وين وحبتها بكى فرصت ذا كفى اللي يسوى ياه وقت قاضي لي ما دين وقت لا تلا بابين ولكل أمة أمة لا أخو عرسنا لأجل المدة فإذا جاء أجل المدة ودمرك اجتماعه الله قلت لك لا يستأخرون الساعة إن يربك بالعماية لحظة واحدة كما تدعيان ولا يستخدمون كما نهر مريان يا بني آدم غير بني آدم إما يأتينكم هدو إذين جماد فصلوا فصلوا منكم إذين كإذين كمنا رسول صلى يقصون كشيكين عليك تسين آيات آياتها إذين كشيكين إذين شرحية فمن اتقى قفه لو ارصده وحصده وحمان تكرده ارصده وأصلح عمله وعمل كي سوينا ديوه باع علي مال فلا خوف عبسي عليهم تصوذ الله ولا هم يحزنون من المدقوية نيانا مستقبل كواح يكبق ايان المجده واح مستقبل كواح يكبق المجده ولا يحوح مدقونه اي كم مدقونه في مادين مجده عيدة كيف بني آدم بقى لغلب الله ما يامرك دولك آدم يني يا بلنت هو يبلنت آدم الراعيني مثلا وحال لي هاي لو لا لو كسوة دي مركوة دولك هندية اللي إلى أرض الهندية قوي مجد حاول وحي كسوة دي كبور لي من جداء لهذا ميراها تكسوة دي كتان لي ماشا عرفا لي إلى هذا فإي سبوي ما تنبال لي ما كدر دارك إلا سور رعي هذا دولك فتان واتكو بير ميسان وحي رسوله إليه ما دو حقا سيدو يا رقاته بني آدم واتر دارك كوبان اللي نلدر دارمه يا بني آدم غير بني آدم إما يأتينكم هدوء إذين جمال رسول الرسول منكم إذين كيدين كميدوا إذين كيدين قرد على سي رسولك لما اللي إذين صدرين رسولها يقصون إذين قصان إذين كغشاكين عليكم دوشين آياتي آياتي فمن اتقى قفتي كرد والصدى عن المعصية فما أنت قفتي كرد والصدى وأصلح عمله وعمل كيس وناجيه وفعل الضاعات ليمان فلا صوف عصي عليهم دوش وغما في المستقبل وقت الصلاة على كما بقيام ولا هم يحزنون من يقولون يانو وحكت لي أي كل القبائل من تلو ألا لي سبحانه وتعالى قفك تقوى لعمل كيسنا الصالح اليهين والذين كوا كذبوا بيني بآياتنا أيدها يقب بيني والله في أهانو بيني أما معنى هانو بيني حتى أبدت كاللفظ لك الرميسين لكن معناها الرميسين وكو عمل فليني آيات بيني يالو واستكبروا كبري عنها عن الآيات كتبوا عبادي الديني أولئك قوة أصحاب النار النار أصحاب تهدوها هم يبو خالدين فيها وقوة ريان يعني لا يخرجون أبدا مركزوا إليك سبحان اسكد يا والي أكر علينا يا بالي وحوالي مركزوا أي بسلادان دبع سبان لوكين يا بالي إتعذاب تأيود ريمان وحوالي ذلك نوع عطوة ذلك آياتها بيني وعبادة الله فالكب ريوان مركز قفتك عمل فلك الديدة واسدة صفرة لفظك هدوء قليا لكنك عمل فلك المخصص إليه أبو إسبربر مارينا يوم وحاول واي كلامتي عملك وحاول مشرك العرب قرآنك الكريم كان معنيه سوي يقيني لا إله إلا الله محمد رسول معنيه اللي كرناه ويدي ذي المر مركه وحاول يقف هذا كل عمل كل واي وحاول نوع عاصم رحق قلنا في ذي الأم فاعي والذين قوة كذبوا بيني بآياتنا أيدها يد بيني واستكبروا عنها كبري آياته إليك عمل طلال وقاسان أولئك القوة نوع عاصي أصحاب النار لا تصعب تجول هم يو خالدين في هوا نقوى ريانو ولقد كبش المهيا الله وكله فمن أظلم فمن أحد كيبا أظلم قذل بالبدل عيدنا كمذل بالبدنه ممن أحد اشترى كبان أبورتي على الله أن كذبا بان كبان أبورتي أو كذب بيني إذا آيات الله ألا يميت بيني الله أبو كبان أبورتي يوحى شرعي أهين قولي الله لا شرعي أما هذو دولة وثقة يربياني قابل إيه وحيوري
أما وحول الملك لا إذا سوى شو واحد يدير الملك لا إذا يقتمن عوي وخلاصون وعوي يتدخل من بدن الملك إلى قفقة آياتها ألا بيني أما الله قبل أبو الطوف أن الله شرع كبير من شرع كبير فمن أظلم قفقة يتدخل من بدن من أحد يبترع على الله الله قبل أبو الطوف بين أو كذب بيني بآياتي أيدي سبيني أو قفقة على سيري لنا عودون أولئك قوة النوع عاصة ينالهم محاقاري نصيبه ستكود من الكتاب القرآن كله كذا يعني وجه الله قري ستكود ويكهل وحب بني آدم كالله قري وشري خير أيام ذرية أيام بدناء خلصها وجه الله قري مرد من وايا وحوي قفتي آيادها كعمل فلي وايا الله وقرؤ كتابي أيام ذره الشقاوة بعد شيء ساعة لكن نسيب في سوهلية ما سيبه نسيب في ما قرب مرين هدو سيدا فاتي تقول أفضل من نسيب في سوهلية الشر من بشر والخير فخير أولئك قوة النوع عاصة حق ديد ياشعه آيادها ألا الدين يناله محاقاري أو أؤم النصيبه قيب طالي أما ستكوني من الكتاب القرآن كأو جسده يعني من الكتابة وجه الله وفق قريب وجسده وهلية العقابة حتى إذا جاءه مركز أتما هذا فصولنا رسول شيدي ملائكة النفط قادية يتوصونهم حلائك حيريان والنفطك قادية قالوا خصوص وحيده أينما كنتم أين حقابي أهادين أكعين ما الذين كنتم أهادين تدعونك وعابد من دين الله ألا سكده حتى يسوى النفط بكثي سوالي نفط كبحن ملائكة النفط قادية مركز أتما هذا بإليه الأوي واحد عابد الشتين من مانت وحيدين تراؤه مثلا waxaa layd marka nafta laga qaaday malaa'ig dad qurux san qabta oo qurux badan oo xifid gooni ka soo baxay sameel fogo ilaaraga fadhiisana malaa'ig mulki ba marka way manay go'si muumin haduu yahay nafta wanaagsan ee sooba ilaah dalika u sooba nafti markii laga soo qaado oo malaa'ig mulki qaado malaa'igtaas kafankii bay haystaan malaa'igtiyo wixii oo dhan bay haystaan malaa'igtaas gacanta loo gelin halkay ula kacayaan meeshii Alla ugu tala galay ula kacayaan alba bada marka loo qorayaa malaa'igo dhan way ku dhacay markii siyaar meel la soo dalxiisgeeyo yaa leeyahay meesheedii ku celiya dhulka umbay ka abuurmeen ku celiya qabrigeedii baa loogu keenay jasadkeedii waxa ay halkaas marka waxa loo qorayaa kaalin janna loo qoray halkaas uu ka dhacay sanaya waana tiina shahadadii bilmata muuminiinta salaxiinta iyo arxiga meel ah bay ku raaxaysanayaan iyagoo shimbiraana waa kala yiri ka khabiisa malaa'ig madmadow بامل فديه إلى رجع نفقات في سوريا صباح نبي هاي حلم يجلس الحلم كتير الله هو على يسون صباح مكافئ خلاص بدي صوف كقير كده الله صلى الله عليه وسلم يا لوجس سبيج ولوجي مكاسا ملاك في لوجي من حق على جيني مركز سمادي لوما فري وآية ده نبص صار مركز ملاك ثم مركز نفط قارن صار أول واحد عابد يسون هل يخلصون واحد مدي كبد حين كره مدي كبد بعدين كره وأخذه marka marka qof waliba wuxuu u sii nool yahay oo caafimaad qabo oo amal ka dhigto oo marka la xukumo ayuu qofka xumaan sameeyaa marka ayay nafta ka baxayso wixii umarku noola ku hadli jiray waxa laftiisii muqaalay waxa kale la halaysiin mahay isabtu allah alladheena amanu bil qawl qabit macnaheedu waa sida qof waliba adduunka wuxuu ku dhaqnaa ba marka nafta ka baxayso la u dhameeyo dad waxa la arkay wardiyay ay wardiyeen sida gacmaha siina marka nafta ka baxayso oo arrinta dhaqdhaqaashina iyo saa gacmaha u taagay yaa la sheegay الله وحليه حتى إذا جاء المكر أتما تقوى فيهم رسولنا رسول شيدي يتوفونهم على أفسريان وكحينيان ونفتك قادين قالوا حيثه أينما أين حقابي أهذا الماء الذين قوي كنتما ذاين تدعون قوى عبده بسم الله ألا سكرين ما إذا كبت باليان هذا واحد قالوا حورني يظلوا عنا وابن نقلوا من بعض ليلي كريم بلوغي هذا هو حوي وحي خيالي بوها أول بخيالي آمنك قالوا حرص ظلوا عنا وإن قالوا لهم وشهدوا حيكوا عضينا يا ركو قريان على أنفسهم من الطور أنهم يو كانوا إلى هاي الكافرين قالوا لهم بك هذا ويستقر لهم وهي أن يعادلين إن يوحى كل دبطة يسنين وإن قالوا لهم بقبل قد يقول ميلي كريم بمعوك ما هي نوقت وبا هي بنا هي بمعوك بحيث أول بخيالها بك نفطور يوحى كل عضينا قالوا هاي بلاش عادلين قالوا حيدي ظلوا عنا وإن قالوا لهم وشهدوا حيكوا عضينا oo kuma khaatiisi ala qusi naftooda anoo kaanu kaafiriina gaalaynay ahaayeen bay kuma khaatiisaanay markii sidaa deedna ay noqoto oo maxkamada la soo taago qala allah wuxuu ku dhihi udkhulu gala fi umamin ma'a umamin ummada farabadan ma'ud
ومدها سوقت خلقت من قبلكم هتين تكتين ومن الجن جيل يولين في إنشاء في النار قال يلا ليه أمر كاتلك يا نار تدر وأمر كنت النار تلا قرط فوق باكو حكوه لور قال كذي أيهم أشد عشية متبمتكو كفي بتبدنا بها نار تلا قهد قليني أو أوكال هرأيني قادة دي نمكي أئمة القفر عها باهد تلا قليني متبمتكو كعب بدنا بها نهد تلا قليني ويتقى بي ملايا قاسي مركز دم يتوالي ليسي ويسهرامي وعلى تسكت الكور أكي سبوتا قال نار قالوا قال الله وكل كله ادخلوا قلا في أمم مع أمم أمم معهم ومدها سوى قد خلصت من قبل كمهتين ومن الجن يوليس في النار النار قدا هيه كلما تخلت مكة سوئد بش أمة جماعة لعرض وحي لعرض شعب قور أختها ولا شيء يقوري ولا يعني وارس خنوع ويدك هو ولا لا أحمد يقول لا لما تكوي لا تكهر قلي يلا على ذي أنتم لا مرحبا بكم بيتي أنتم قدمتموه لنا فلا يجد فرد على بيتي وفيه إليه إذن كاسبا ما يعني مكاسي إخوانا الذي بلانكم لا مرحبا بكم ما نقع إذن دوخنا إذن كان ضلال هاي ما رميض هاي كلما دخل المركز جودة أمة أمة لعند وحي لعند وحي هبار دوشة كدتور أختها ولا شيء حتى إذا داركو مركز إسكوها ليلة ويسوي مادام فيها لا تدح ذيذا جميعا دمانتون قالوا وحي له أخراهم في جدا بيسي مركز دمقشي لأولاهم في وهرس وحي فرده ربنا ربك يوها أولا إخوة أضلنا وين اللميين فآتيهم سي عذابا عذاب ضعفا والله والله ومن النار قال الله وحده وصلاء السيكتين لكل ضعف مدوى الميين ينكبا لا بلا تقول لي ولكن لا تعلمون اسمه قدين إن إذن كنا لا الله بلدين يقول الله مركا ما قدين حتى تؤكتهين عقابتي عذابك انت إلا أكتاهي والله الله بما إذا أنت دادين وين متكريا بكفلان سوى بلا الله بما كفلان مركا يسكن مدباتين بلاني وصلاء ذو شيكتين وإذن لا لديها عذاب حتى إذا داركو مركا يسقط تقال كحكومة أفواجا أفواجا أغلا فيها لا قد احدنا مركا يسقال إلى جميعا لما أنتوا قالت أخراهم كي ود بيك حق قليدة وحيده لأولاهم كي يهر وحي كورا ربنا ربك يو هؤلاء قوة أضلنا وين هلأيين فآتيهم سي عذاب عذاب ضعفا والله الله بسي ومن النار الناس حق هذا قال الله نحبه لكل دمان إذنك يقبع ضعف الله الله فأوصل ناري ولكن لا تعلمون ما أبدين قوانا ليه سبحانه وتعالى هو أضياش وقامياش محل الله 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 بيان للضلالهم وإضلالهم لمتانك أيه اللمين إيه اللمين دا أيدتك كلا اللمين ويكرف أيديشتين وحوية إلا أن تبقى ده وحب قامتاه دبقى ده علم وحد أيدتك اللمين وحب قامية إلا دبقى ده محوها ما القبين كن واسدك ولا دتك وإلو من كرا دبقى ده وحوية حاكمين كن السيدك لو إيدتك وإلو من كرا هو هو يمركا وحوال لليه هاي كوا سمك الضلال والضلال يجعل لمدة اللماني يجعل لمدة وحلمية كوا نص لكفر وتقليد ويسكرها عن يوم واحد اللي لو يديني وإن كقيمة بدين يين خلبا كلوغان ويسكرها عن وقالت وحيته أولاهم مدي هو رأمت ورقة شو اللي أدين يوم قل لي هي علاقة الله الله لأقراه في الدم وحي كله أربع دي فما كان لكم دي مسجن علينا بشيء من فضل وحشرفة مالي هذين عذاب كل إذن كيّرين إسو عذاب بين الناس إيه فجوكو بردمية العذاب عذاب بسبب ما شيء سبب كنتم هذا يتكتب لكم وشخص ويكعل بحانو يعني ويكوح عن أخيه ويكرر دين إيان محاب يقول لهم تنبيلين وعذاب كل إذن كل إذن كفضوا بين أنا قلنا أنه لو قبض إسكو مدل بين الناس إذن كنوا واضل تين أنا قلنا واضل لنا إسكو لمدل بين الناس محاب حاب نقول فضلتهم بيلين إسكو سيهم بين النهاية مكا وحوية هذا الكاسة فجوكو عذابة وحي أبداً تهي إن يكون يلوناتي جداهدين بأي أبداً تهي قدامي عذاب فكذا أنه نبغون لك منك مفصلين تقاربا وحيدا كلام تعالى الله أبار مركي علينا من فوح شرفا لمدى يريد الملك اللي يريد والله ليه عذاب فكتمين مركي سياقة صورة مقويق يهي إن إيجا هذا الفوضر تهي ويسكون حمين إيانا وكوي هوري كبيعة جدن إيان لأن الملك يريد الله الله يريد من عذاب فكتمين الله وحي ليه فما كان لكم إذن مسؤولان في هراء فأقول الدم بكير فما كان لكم إذن مسؤولان علينا من فضل وشرفة فجوكور لدمية العذاب عذاب كدمية بسبب ما شيء سبب تكسبون عشقيتين لأننا واشقيتين إذن واشقيتين إن الذين كوا كذبوا بيني بآياتنا يلاهي بيني
واستكبروا كبر عنها عن الآيات كبر إياكم عمل فلكوا بإجادة الله لا تفتحوا الله فرمها يلهم قوة أبواب السماء سمد البابد يد الله فرمها يمكن نفط لك قاد وملايسا مجمدوا بقاده وحق اللي يريد أرسو كبح إسان ملقي اللوغة إيانا وعليه وروحا المحايا هاي وحاسيا هاي سمد أرسو كي يمكن لقيا الباب قال لك فرمها يعليا لليا ووحباس بك في مكان صحيح ما شاءت لك سيرتين في مكان صحيح واكليه كأنما وحوي سيدي واحد قبل دير كسرنا عيوب خلاه فهل كان لوغة سيرتينه ولا يدخلون الجنة جندنا قلي ما يبدو ألا ليه حتى يلي جل جمله إلى أوك قيله أوكره في سم الخياط إربدة الخيل ما قليه وعلى سورة قلها إن بالله بشاني إلى الناس قيله إربدة الخيل وكدسه جنة ما قليه أخلاص ولي قد مقليه الله ذلك قل يا جمل كان وحي كفة سيرا حكا هو وين الدنيا الوه قام يبونش دا يكفة سيرا لكن سيدنا صح أوي سيدنا هذا كفتين الله وحليا إن الذين هو كذبوا بيني بآياتنا عيدها يقبلني واستكبروا عنها كتب لي لا تفتح الله كل ما يلهم هو أبواب السماء السمد وعمله الصالحة وإليه من السمد هذا يا مكدا فرح هذا السمد ما الله فري ولا يدخلون الجنة جندنا مقليان حتى يلج الجمل إلى كتبك أو جيلكم في سم الخياط إربتة تبكي الخياط وألد وحلو طلب وكذلك الصداق هو اللو أبا المرين يعني نجيه أبا المرين أقول لي هل بجدمين الدنبيلي يا شهدان أبا المرين تا السمد الله قرين هو اللي قد جنة قلين والله عذاب قول الله الله ويو من الدنبيلي أردان صداق الله أبا المرين وقال لي الدنبيلي هذا وحا مهم خاق وحا أقوار ريو مشركين تا إبادة ألد ديني وكو وكو يقوح عنه أبا المرين تذكر موحدين تهتم بكتبها لها غيرك وقلت ذنبين حق برواقهم بيكون ذنبين دونك وكذلك السيدة سألو نجدي وابا المرنان المجرمين الدنبي لياشا لهم حاوصوا من هذه الدنبي لياشا من جهنم جهنم حق المهاد القول ومن فوقهم دوش هذا الغواش الضبال بهذا يعني دول يهوس كأي تيوغان والنار وحاوصوا وقبل دوالنا دوش واحد فقدد لنا النار وحاوي مالو بناني مجد بركة أي ناقين أي تتقال نقص ميل فقدني ما يعني يطوفون بينها وبين حميم الآن يقولوا لهم ماشا يلقوه لي ولقى صورة عارف وعوي مكة الناس اللي وعي ويقول برا عمار كيا لهم حاصل هذا من جهنم جهنم حق هذا مهاد القبل ومن فوقهم دوش هذا الغواش الضبال النار يتبع وكذلك السيدة عجيب كا يعني النبي وابا المرينة الظالمين الظالمين كمشركين تيوحي لمدة سيدة سألو أبا المرينة والذين هو آمنوا مؤمنوا به وإيمان شادة الليل وعملوا عمل فريق الصالحات عمل ونفسه شرعي وافقا بدعالة اللهين لا نكلف هم مشقين نفسا نفس إلا وسعها أود المويان أولئك قوة نوع عاشق أصحاب الجنة في جنة أصحاب كذبون هم يخالدون فيها والكوارين أيضا حيث المامنة مركي لإعرابة والذين بمكتبين فالخبر كذب أولئك أصحاب نار إن تنول حيث وجملة مختارف لا نكلف نفسا إلا وسعها وعلى سلح جنين برواقدا بدن قال انا لو خمنيو خلي برواقدا بدن المؤمنين تهلان وحان واحد دبير بي كهلين وين وحان مشقله انه دبل انه عيد ولي والله من كرتو بي كهلين وين وحوي كوبين هلين وحا ير او فودو عيد ولي قبن كرتو ليه كهلين وين عمل كاسال او اسك دبير عمل ودن وا براحه قبل يشرا قال لو عابدو لو غمه قالبا وحوي ذاتك قال وين ذاتك بوكي و هو غلي صلاه دبي ما خلاص هو دبير تايو مكا وحان نعمه لو غلي وبا وحا انت لا اقبال لي قفنا وحنا قال كريم يقول مشغل والذين قوا آمنوا مؤمنون وعملوا عمل صالح صالحات عمل ولاك لا نكلفكم مما شقينا وقال لي النفس النفس إلا وسعها وجينا مويان رأيك قوة أصحاب الجنة جنة أصحاب كريم هم يبو خالدين فيها وقواريا ونزعنا واسيبين ما في صدورهم قلبيالك وذا واحد كتر أو من غل حسنا تجري ويصعر من تحت موصل قال أن هذا ولي يلبى صعنا يقول لي جنة ذات حقد غفا أو سرعي لاني قالي ما هي المؤمنين تكمكي لتوميل جنة أكتلا قالي بيشو جنبالي أو جنة برحد هذا قال كاسي اسكوة السامح أو لقوة الكلام حليل اسكوة ذات كنية مركي اسكوة السامحات يقول بإنه مدعو القبيل بالجنة قالي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكيلها إلا وقت حكمان اللي لبي تدنوز بالله بطي مركي علي بن أبي طالب وفي عراق تقي قال كاسي أمير المؤمنين كاها
قولنا في بني أمينا وكي تجين مصر وحي تجين شاب بي تجين ومعاوية ماشى على خليفة لعثمان بن عفان معاوية يسوحيين هي عبد الشمتبة يا هاي أمية بن عبد الشمتبة يا هاي مركا قولنا في بني أمية وحي أقاتل إن علي بن أبي طالب أشرق علي عثمان أشرق علي علي بن أبي طالب لو خدع إنه نشرق علي مركا على دهال كاسيكا بلاوتي تعاوني بأسكوش يبدو شيء مركا مركا حوية بالمثل زبيد بن عوامو علي بن أبي طالب إلى تيجا هي بيتجي سودا يغيني يا شيخ يغيني ولا قال ولا قال يوم جبت يوم سفين يوم ولا قال مركز علي بن أبي طالب تقول لي آية المكة أدري وحرجين إياه أنا يا صحابة يا أنو إسلامي إن أنو آية النقطة إنه أنو وحي يا أنو السوق هذا أنا الجنة وذي تجي إن أنو كلا في يوم الجنة كلينو صحابة تبع هذا قد عظيم الله مشي كين علماء الإسلام محيلة ونصوته ما جرى بين الصحاب حوي هذه اللي قاعد شيء كي يسول لي كذي يصير قارن أدوية حفظ له وحبي كل على جيا بس صحابة من كل ودوا ودوا حدود الله وهذا كارن الله عنهم الله با شيغين سعاده النبي صلى الله عليه وسلم ونزعنا واسي ابني لي مركه الجنه قاليا بس في بينا معناها ما في سجود القلبيات ولا واحد كثيره ومن غل حقد اه ويبو شو قبا هي اطلع تدري وين شعور من ساعه وصل الى النهار قالوا حبي مركه ميشا جوغان الحمد لله الحمد ما هذه يا امان لله يا الله يسر ناسك الذي اللي هدانا نغهنونيي لهذا نعمه الوحن كهل نغهنونيي نعمدا وجهي أن نكره لأليه نبهل نيو جنة لي فرواقة نعمدا نكره لأليه نبهل نيو القرآن الكريم والسنة النبوية وعيو عبوه لأليه الحمد لله بيتايا لله الذي هدانا نبهل نيو لهذا نعمدا فرافة لأليه وحبوه وما كنا ما أرناها لأن لنه تدي قوانون لها لولا أن هدانا الله الله هدونا أنها نونين لها ما هنونين الله بأنه وافجيه إله بيك كما تشغلية وما كنا ما نالها من سيدارين يدين دونه هو يواو إن قدم يلينه تدي قوة هنون لها لولا أن هدان الله الله هدان الله هنون لها ما هنون له لقد جاءت ويتمت بيتي هذا كبيتي ورسول الرسول لقد جاءت ويتمت رسول ربنا ربك يرسي شيسي بالحق الدب إنه لي مالي وحي نو شيء يلفتي سبان وارك ليك ورب إليه وابن تتاقنا حق بيا هاي شيري أدوك أقرام بي مركان أقرية لقد جاء أبو حاتم الرسول ربنا في حق بين الله ونودوا مركز الله دواكم محل ليه أن تلكم تاس الجنة هي جنة أورثتموها ولي من دحل فيه أتدى حلو هشان إلي وحوية ذات كان قال لي يوح قف والبع جنة الميل بكله يبوري وأوغد دياسن عذاب كان الميل بكله يهوغد دياسن مركز ما حيكد على المؤمنين تو مشرفين تو حيكد على الجنة القرية يقول هاي مركز علي لحالكم عليه سواسي ذا قف والبنت عشان تقولي من دحلي، وصل عشان نغني، بركان سافر واقدي دبر واقبر واقف قاعدين، ونودوا والله دواكم حلليها أن تلكم تاع دركان الجنة في الجنة دا، أورثتموها والدين دحلتين، حتى اللي دين دحلتين، بما شيء كنتم ما دين تعملون قوة عمل فر، عمل كني صالحة، بس كل شيء الله يكون كافر.